إذن أوهيب، يعني مشاهد جميلة شفناها بهذا التقرير، ومثل ما قلنا هي تجسيد للعمل الجماعي التطوعي. يعني من بدايتكم قلت أنتم بلشتوا ب 12 شخص، بلشتوا بهذه الحملة، لحد الآن كيف عم تشوف يعني تفاعل الناس معكم، كيف تطوع من قبل الناس، وكيف بنفس الوقت أنتم الدعاية لجذب الناس لهذه الحملات؟ لا، مثل ما شفنا بالتقرير الفئات اللي مشاركة متنوعة والعدد كان أكثر من مبشر، وهذا دليل أنه الناس بلشت توعي، صار تعرف منيح أهمية العمل التطوعي ودوره بالتنمية الاجتماعية بشكل كبير. مثل ما شفنا يعني ما فاجأونا، في أكثر من حدا، مثلا جمعية أصدقاء السلمية وصلوا لعنا الساعة 8:30 طالعين من 5 من السلمية، جايبين مكره وجايين، دار الأمان الأيتام، فوج كشافة، في مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا عم يشاركوا. يعني أنتم عن طريق دعوات رسمية عم تدعوا هاي نحن وجهنا دعوات الفئات؟ رسمية وتناشطنا بالإنترنت وبالتليفونات وبالفاكسات، يعني كان عندنا لجنة إعلامية وحاولنا نوصل لأكبر شريحة ممكنة، ويمكن ساعدنا الطقس كمان كان مناسب جدا. وتفاجأنا بزيارة مفاجئة للسيدة أسماء، طبعا هي وسام نحطه على صدر الفريق وصدر الحملة كلها، كانت بدون أي تنسيق وبشكل مفاجئ، وإجت شاركتنا طبعا مثل ما قلت لك بكل تواضع، سألت الصغير وتعاملت مع الكبير، وهذا الموضوع بالنسبة لنا يعني إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. ثقافة العمل التطوعي هي ثقافة عم بتم التركيز عليها كثير بالفترة الأخيرة بسوريا، طبعا نتيجة جهود الكل، جهود أهلية وجهود رسمية. نعم. وهلأ شفنا قبل شوي بالتقرير مجموعة من الأطفال. نعم. ترشي أنا لفت نظري اللي عم بيقول بدنا نتعلم كيف نطهر الوطن من الجراثيم. نعم. هاي العبارة بعتقد لفتت نظرنا. نعم. كلنا عن طريق طبعا العمل البيئي، حب البيئة، الشجرة، وا وا وا. قدي ممكن مشاركة هاي الأعمار الصغيرة معكم بهذا العمل وهيب؟ نعم. أنها تكرس فكرة العمل التطوعي وبنفس الوقت تربي عند الطفل هذا الحس الوطني يلي هو أهم شيء لحتى نمشي كلنا سوا لقدام بسوريا. في مقولة للهنود الحمر بتقول نحن لا نرث الأرض من أجدادنا بل نستعيرها من أولادنا. بالنسبة لنا نحن كثير بهمنا كان مشاركة الأطفال ليعرفوا تماما أهمية الشجرة، ليكبروا معها، لأنه هي بالنهاية أمانة بأعناقهم وبدنا نترك لهم إياها مثل ما تركون من أجدادنا نحن أشجار. كان معنا فعلا بحدود 100 طفل واشتغلوا ضمن امكانياتهم، لانه الموضوع مو بس حفر، كان في جمع اكياس نايلون، كان في تحويط للشجر، كان في سقايه. انا كثير كنت سعيد بوجودهم لانه يعني انا كان ابني موجود سنه وشهرين كان عم يحاول يشتغل يعني ضمن امكانياته، وانا كثير حانبسط لما باخده بعد 10 سنين لنفس المكان وفرجي الصور انه هون اشتغل، انه هون يعني هون الصغار اللي كانوا حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يعني كل حدا كان عم يساعده كانوا سعيدين جدا، يعني بشكرهم اللي اجوا وفي هيك ما بعرف اذا شفتوهم عم يشتغلوا ضمن كمان امكانياتهم. طبعا عم تحطوا خط، يعني في خطة لاستقطاب دايما أعمار صغيرة، الأطفال موجودين دايما في خطة عملكم التطوعية؟ طبعا طبعا، لأنه هي بالنهاية أحد أهدافنا. لما وجهنا الدعوات اخترنا الجامعات، المدارس يعني بشكل مدروس، وكان من ضمنهم الشرائح العمرية الصغيرة هي اللي احنا نهتم فيها. نعم. وهي قبل الهوا كنت عم تقلي انه انتم نزلتوا اكياس بديلة عن الاكياس النايلون، يعني بس شوي بدنا نشوف نموذج من هاي الاكياس. نعم. وشو الهدف منها؟ احنا بس لاشرح، احنا بالتعاون مع وزارة الدولة شؤون البيئة حاليا نحن معهم بحملة لا لاكياس النايلون. اكياس النايلون هي عبارة عن بوليمرات معقدة، تحلل روابط الكربون والهيدروجين اللي فيها بياخذ زمن طويل، يعني ممكن تاخذ 1000 سنه احيانا لتحلل كيس النايلون، وهذا من اهم سموم البيئيه القاتله. فبنتخيل لو كل انسان سوري رمى كيس نايلون بالنهار، نحن عندنا 365 كيس نايلون بالسنه، يعني جمعا يكون بالسنه ممكن يكون عندنا 7 مليار كيس نايلون، تخيلي حجم الكارثه اللي احنا فيها. شو البدائل؟ هلا البديل، احنا بداية يعني بالاضافة للتوعية البيئية احنا بحاجة استصدار قوانين تحد من استعمال اكياس النايلون وتشجع نحو البدائل، ولازم نطرح بديل. فنحن بالحملة اطلقنا كيس قماشي، يعني هو قد الله حاسسته انا ما ظلي ها ممكن يفاجئك. هلا قماش من شو مصنوع؟ هلا هذا قماش نوع خاص، هو
هو يعني نوع متين بحيث يتسع لمعدات البيت واحتياجاته. لما ست البيت او اللي نازل السوبر ماركت او المكان بنحط فيه الاغراض. انا بتذكر ما من زمان كنا نستعمل الكاس الورقيه بالضبط. فهلا كان التوجه العنيف نحو النايلون بسبب رخصه. هذا الكيس قابل للاستعمال عده مرات، يعني يغسل ويعاد استعماله، وهو صديق للبيئه بالنهايه. يعني حلو انيق على فكره كثير حلا. طيب كيف ممكن تعمموا هذا الشيء مثلا عن طريق جهات رسميه؟ نحن طرحنا بديل، لا ندعي انه نحن عندنا الحل الوحيد، بس بالتعاون مع اكثر من من جهه وهيئه ممكن يكون طبعا مقدم هذا للذكرى. يعني ممكن هلا بالتعاون مع الهيئات الحكوميه، نحن هلا الحملات الثلاثه اللي قمنا فيها قدمت نموذج للتعاون الاهلي الحكومي الناجح. الحمله الاولى لنغسل التعبان برده كانت بالتعاون مع محافظه دمشق ووزاره الثقافه، مشكورين. حلوه كثير هاي الحمله على فكره، والعنوان لافت جدا ايضا. ونحن حقيقه يعني نظفنا مقطع صغير هو 2 كيلومتر بس، اعتمادنا على المتابعه اللي عم تصير بامور متابعه التعديات على النهر وما يتعلق فيه. حمله الاكياس النايلون باشرنا بامور ايجاد البديل والتواصل مع اصحاب القرار. حمله خليه خضراء كانت بالتعاون مع وزاره الزراعه، فهي نموذج ل ل ل لحاله لازم يقتدوا فيها الاخرين، انه ما شرط يكون في راعي تحت رعايه، او يكفي جهه حكوميه لنقدم نموذج ناجح للعمل. وحتى لو ما في، مع انه هي كثير بتفيد العمل الاهلي لحاله، هو خلص بتحب بلدك. التقوى بدات، واضح انه بدات بقوه، يعني مثل ما شفنا بالحملات انه كان في اقبال، وهذا شيء مؤلين. نعم، بكل الأحوال السيد وهيب سعيد رئيس فريق الرواد المشي والرحلة، نشكر حضورك معنا، جهودكم مشكورة طبعا، نتمنى أنه دائما تتكلل بالنجاح. يسعد صباحك. شكرا لكم. صباح الخير. شكرا وهيب. شكرا لكم. شكرا لصدافتكم. شكرا.